من هم أهل الحل والعقد في الإسلام؟ وهل الانتخابات تعتبر طريقة لاختيارهم؟ أهل الحل والعقد هم العقلاء من العلماء والمسؤولين، فهؤلاء هم أهل الحل والعقد الذين ينبغي أن يستفتوا عن يرجع إلى قولهم فيما لا دليل فيه. أما وقد جاء الدليل في المسألة فإذا جاء نهر الله بطل نهر المعدل. فمثلا من العلماء الأفاضل الذين ليسوا بحزبيين مثل أخينا محمد بن عبد الوهاب وأبي الحسن ومن سلك مسلكهم من علماء اليمن الذين ليسوا بحزبيين، وهكذا بعض المسؤولين الذين يكرهون مخالفة الدين ويرون أنفسهم نعم يريدون التخلص مما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.